بغيتو تعرفوا مقادير وطريقه التحضير؟ ما عليكم الا تتابعوا الفيديو الى الاخر. طريقه تحضير زبده اللوتس طريقه سهله وسريعه وصراحه مضمونه 100%. المذاق طبق الاصل ديال الاصليه. الا كنت اول مره كتشوفوا القناه ديالي اشتركوا في القناه فضلا وليس امرا، والا كنتوا ديجا مشتركين فمرحبا بكم، وما تنسوش انكم تعملوا جيم لهذا لا فيديو، فرجه ممتعه. السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا كاملين بكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله يا ربي غادي نعمل معكم واحد التحليه كتجي رائعه وسهله وبسيطه. اول حاجه غادي نعمل معكم زبده اللوتس صنع منزلي. غادي نحتاجوا 10 ديال الحبات ديال بيسكوي اللوتس، وتقدروا انكم تعدلوا في المنزل. انا غادي نخلي لكم واحد الوصفه في صندوق الوصف، ماشي الوصفه ديالي وانما ديك الوصفه مجربه ومزيونه كتصدق ديال اي حبيبي. الا بغيتوا تدخلوا ان شاء الله شين ديالها واحد المصريه عدلاتها واصدقت لها غزاله تبارك الله، كلشي كيشكر فيها. المهم ما نطولش عليكم، غادي نعمل 10 ديال الحبات ديال اللوتس، مغرفه كبيره ديال الزيت، زيت بيضاء، سكر هنايا مغرفه كبيره ديال السكر بني اولا سكر عادي، الا كان ما متوفرش عندكم سكر بني عملوا غير سكر عادي، ونص كاس ديال الحليب، الحليب عادي. صافي غادي نعملهم باش نطحنوا حتى ردوا بودره ناعمه. انا ديجا طحنت هنايا اوريو وعندي هنايا اللوتس، شوفوا كيفاش خصو يرجع يعني بودره، ما يكونش فيه ديك التكتلات باش تجينا كريمه ديالنا صافيه ومزيونه. انا هادو غادي نحتاجو في حاجه اخرى، عاد غادي نطحن هادي الكريمه، عفوا زبده اللوتس، هي ديك كريمه ديال اللوتس. صافي دابا غادي نضيف له السكر، ضفت السكر، غادي نطحنو مزيان ونزيد لهم الزيت والحليب. صافي من بعد ما طحنوا مزيان غادي نزيد لهم الزيت، والحليب، الحليب عادي. بغيتو تعدلوا الحليب المكثف ما تعدلولوش النسلي، ما تعدلوش السكر، ما تزيدوش السكر ديك الساعه. زبدة اللوتس ديالنا صراحة جات رائعة، والمذاق طبق الأصل ديال الأصلية، جربوها ما غاديش تندموا، تبارك الله راك تخرج واحد كمية وفيرة حسن ما تمشيو تشريو قرعة صغيرة بزاف ديك تكونوا كتعرفوها كاينة في كارفور، ما بقيتش عاقلة على الثمن واش 30 ولا 35، ما فيهاش حتى 200 غرام مكمولة، وتبارك الله هنايا راه هزت لي أنا بزاف، زعما خرجت لي كمية وفيرة.